السلام عليكم، مرحبا بكم. عندي فيديو جديد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنخدم معكم هاد الدرس ديال يد البراد مغلف. كما كتشوفوا الدريس ديال 3 كنغلفو، عاد كنعمل القوس باش كنعمل يد البراد بحال الطريقه هذه. نتمنى تستفدوا من طريقه الشرح ديالي، واذا كنتي اول مره كتزوري القناه ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس باش توصلي بكل ما هو جديد. وخليكم مع الفيديو. اذا بسم الله نبداو على بركه الله. هنا الحرير نحتاج نبرم على 3 الشعرات والابره نمره 5 باش كنخدم الرنده. اول حاجه نبداها نبدا بالحبكه اللي ديما كنخدمها معاكم. دابا نبداها نجي هنايا، هنا لكم عندي ملاقي، نجي هنايا نثبت الخيط في الثوب بحال هذا الشكل. غادي نعمل الحبكه، ندور على لكم كامل عاد باش غنعمل الدريس ديالي. هاد الحبكه بامكانكم ما تعملوهاش، ولكن بالنسبه للمبتدئات كتجي كتخلي الدرس واقف وكيجي متقن. كاين المحترفات اللي ما كيعملوهاش، التي ما تعملهاش بحال هاد الشكل. هذا الحبكه راه ديجا خدمتها معكم في الفيديوهات السابقه. نستمر بهذه الطريقه هذه، تنكمل الحبكه ديالي بحال هذا الشكل. كنضرب في الثوب، كنولي نهبط الخيط ديالي للجهه التحتي، كنعمل بحال هذا الشكل. هذا حبكه، كنجي هنايا نثبت الخيط ديالي. اذا هنا من بعد ما ساليت الحبكه ديالي بحال هذا الشكل هذا، دابا نبدا الدرس. نجي هنايا اول قرزه اللي ضربتها في الحبكه بحال هذا الشكل هذا، نثبت إبرة الخيط على الحبكة بحال هاد الشكل. نجي نعمل عوينة، شنو نعمل دابا؟ نلوي الخيط 3 المرات على الإبرة، 1 2 3 بحال هاد الشكل هذا. نولي نحبك عليه بحال هاد الشكل. نجي هاد الحبكه الثانيه ولا هاد الغرزه ولا العوينه الثانيه، نثبت فيها بحال هاد الشكل هذا غرزه. نجي هاد الخويط هذا نلوي كذلك 3 المرات على الابره. نجي هاد الرويسه هادي 1 2 3. دابا هنايا شكلت طريز ديال جوج، انا بغيت طريز ديال 3. نعمل على سنين بحال هاد الشكل، كنولي نهبط فيه نجينا هاد العوينه هادي اللي حداها. هاد الخويط هنا نعمل فيه نلوي على الابره 3 المرات هاد الخويط اللي حداه على هاد الشكل. نجي هنايا كذلك 3 المرات. هاد الرويصة اللي بقات لي هنايا 3 المرات. هنايا غنكون ساليت دريز ديال 3 ديالي. غنعمل هنايا 1 سنينة، بعد ما عملت هنا 1 سنينة لاحظوا معايا مزيان. دابا شنو غنعمل؟ نجي هنا بحال نحبك بحال نغلف هاد الدريز ديال 3 بحال الدرس المغلف. نجي هنايا نعمل الخيط بحال هاد الشكل بحال الحبكة. نجي هاد الغرزة الأولى كنعملها بحال هاد الشكل هذا، كذلك كنولي نفس العوينة. كنعمل كذلك الحبكة الثانية، نجي هنايا كنعمل غرزة أو الحبيكة كذلك هنايا،
كذلك نولي في نفس البلاصه كنعمل هاد النسيج الخيوط بحال هاد الشكل هذا باش كيجيني طريس مغلف. كنعملو اربعه د المرات ملي كنغلف الطريس كنولي كنثبتو بحال هاد الشكل هذا هنايا كما كتلاحظوا معايا. نولي المره الاخيره الرابعه بحال هاد الشكل هذا غنضرب هنايا اذا هنايا من بعد ما ساليت الطريس ديالي من بعد ما غلفتو بحال هاد الشكل هذا ثبت هنايا نجي نضرب هنايا الغرزه هذه اللي حداها بحال هاد الشكل هذا. لاحظوا معايا مزيان باش غنعمل القوس غنضرب الثانيه هنايا شني غنعمل هنا نجي هاد الرويصه هذه نخليها الثانيه نجي هنايا الثالثه غنعمل قوس بحال هاد الشكل هذا. غادي نرجع هنايا هاد الغريزه هذه بحال هاد الشكل هذا كنولي كذلك نطلع هنايا باش كيجيني القوس ديالي مضوبل باش ملي كنحبك كيجيني واضح بحال هاد الشكل هذا. دابا نجمع هاد الخيوط هادو وكنحبك الاولى لا بغيتو تحسبوا الحبكات باش كيجيوكم قادين الثانيه ثالثه اربعه خمسه سته اذا هنا نعمل عشره ديال الحبكات سبعه ثمانية تسعة هي عشرة على الشكل هذا كيجينا الطريس ديالنا. طبعا نولي نجي هاد الغرزة الثانية وكنثبت بحال هاد الشكل هذا نجي كذلك هنايا ما كنجيش في هاد الخيوط ديريكت وكنعمل الطرس ديالنا لا كنضرب الاولى كنجي هنايا ونعمل الثانية بحال هاد الشكل هذا. عاد دابا نعمل طريس لوي ثلاثه د المرات على الابره بحال هاد الشكل نجينايا كذلك نفس الشيء نفس الطريقه اللي عملنا في الاول نكرروها دابا ثلاثه د المرات كذلك هنايا في هاد الرويصه كنولي نرجع كذلك هنايا كنرجع نجي هنايا هاد الغرزه هادي باش غنعمل باش غنطلع المره الاخيره فهاد الهرم اللي عملت واحد جوج ثلاثه لوي للابره ثلاثه المرات كنجي هنايا واحد جوج ثلاثه وبقات لي هنايا دابا الاخيره كما كتلاحظوا معايا لوي ليها ثلاثه د المرات. دابا نعمل هنايا بحال سنينه بحال هاد الشكل هذا باش غادي نبدا نغلف الطريس ديالي الاولى نجي هنايا نثبتها مي كنغلف كنرجع هنايا واحد كذلك هنايا ثانيه دابا نجي هنايا مي كنعمل حبكه مي كنعمل مي كنغلف الدرس بحال هذا الشكل كنجي هنا وكنعمل غرزه اولا حبكه بحال هذا الشكل كيكون عندي الخيط دائره هنايا كنولي نرجع فيه بحال الطريقه هذه. لاحظوا معايا دابا هنا المره الثالثه غنغلف الدرس ديالي بحال هاد الشكل هذا ثلاثه نجي هنايا وكنعمل بحال هاد الشكل هذا. دابا الاخيره الرابعه
تم بعد ما غلفت الدريس ديالي بحال هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا باربعه ديال المرات مشيت وجيت هنا في الحبكات غلفته. دابا نعمل القوس نجي نهاد الخويط هذا هنايا باش كنثبت درتي لي بحال هاد الشكل. نجي هنايا ثاني والثالثة نجي الحبكة الثالثة باش غنعمل القوس. هنايا الراس لا اللي موراها كنجي الثالثة على هاد الشكل هذا وكنرجع في نفس العوينة عفوا كنولي نرجع هنايا كذلك ودابا غنعمل حبكات باش نغلف باش نجمع هاد القوس ديالي. 10 ديال المرات قلنا الاولى الثانيه الثالثه اربعه خمسه يكون عندي 10 كما قلت لكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الدريس ديالنا من بعد ما ساليتو. نتمنى تستفدوا معايا طريقه الشرح، واذا كنتي اول مره كتزوري قناه متنساي تفعلي زر الجرس باش توصلي بكل ما هو جديد، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.